بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 120. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن بين الشيخ رحمه الله فيما مضى تحذير من مشابهة الكفار في أعيادهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصرنا على عيدين شرعيين يختصان بالمسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وجعلهما بديلا من أعياد الكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، وأنه لا يجمع بين البدل والمبدل، فإنه حينئذ في هذا وما بعده أراد أن يبين ما هو العيد سواء كان من أعياد المسلمين أو من أعياد غيرهم. نعم. قال: العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع. العيد يشمل كل ما يتكرر في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع من زمان أو مكان. فالعيد إما أن يكون زمانيا كعيد الفطر وعيد الأضحى للمسلمين، هذا عيد زماني، أو عيد مكاني وهو الأمكنة المخصصة لاجتماع المسلمين فيها للعبادة، كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وبقية المساجد، فإنها أعياد مكانية يجتمع فيها المسلمون لأداء ما أمرهم الله به من العبادات. والكفار لهم أعياد زمانية وأعياد مكانية أيضا، فنحن نقتصر على ما شرعه الله لنا من الأعياد الزمانية والأعياد المكانية، ولا ندخل على ديننا شيئا من أعياد الكفار، لا الزمانية ولا المكانية. نعم. قال: وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة. وكذلك يتبع العيد الزماني والمكاني ما يحدث فيهما من الأعمال، فإنها تتبع العيد، فلا نعمل أعمالهم ولو لم نخصصها بأيامهم، أعمالهم التي خصصوها في أوقات أو أمكنة محددة نحن لا نأخذها ونقول نخالفهم في الزمان أو المكان، ولا نخالفهم في الأعمال، فإن الكل حكمه واحد. فالعيد اسم للزمان والمكان وما يشتملان عليه من الأعمال وغيرها. نعم. فليس النهي عن خصوص أعيادهم، بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك.
نعم، فالعيد يشمل الزمان والمكان ويشمل الأعمال التي تؤدى في أعيادهم، وكذلك كل ما خصصوه من الأمكنة والأزمنة لعبادة أو لأعمال فإننا نتجنب ذلك منعا للتشبه بهم. نعم. وكذلك حريم العيد وهو ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله، كذلك مقدمات العيد وتوابعه من الأيام التي تأتي قبله وتكون محلا للاستعداد والترتيب لهذا العيد، أو بعد انقضاء أيام عيدهم مما يعدونه تابعا ومكملا لهذا العيد، فنحن نتجنب الأعياد ومقدماتها وتوابعها. نعم. أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله، هذا حريم المكان، إذا خصصوا مكانا لعبادتهم فإنهم يجعلون حريما حوله من الأمكنة، فنحن نتجنب هذه الأشياء كلها. نعم. أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه. نعم، كل ما يعمل في العيد الزماني والمكاني من أعمال الكفار فإنه له حكم عيدهم، فنحن نتجنبه ولا ننقله إلى ديننا وبلادنا، ونربي عليه نساءنا وأولادنا، فإن هذا يفضي إلى محاذير عظيمة. نعم. فلا يفعل شيء من ذلك. نعم. فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر. بعض الناس يتجنب الزمان والمكان الذي يخصصه الكفار لأعيادهم، وينقل الأعمال التي يعملونها إلى زمان أو مكان آخر، ظانا منه أن هذا خاص بالزمان والمكان. وقد سبق أن العيد يشمل الزمان والمكان وما يحدث فيهما من الأعمال، سواء فعل فيهما أو نقل. فلا يجوز للمسلمين أن يأخذوا شيئا من أعمالهم، لا في وقتها ومكانها ولا في زمان ومكان آخر، فإن هذا يكون تشبها بهم. وبعض الناس يظن أنه إذا نقل أعمالهم إلى زمان أو مكان غير ما خصصوه يظن أنه لا بأس بذلك، وربما يطمئن أولاده فيقول نحن لا نوافقهم في يومهم أو في مكانهم، ولكن نعمل هذه الأعمال في زمان أو مكان آخر، وهذا لا يخرج عن التشبه بهم. نعم. قال وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم، ولولا هو لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضا من مقتضيات المشابهة. نعم، فإنهم ما يعملون هذه الأعمال إلا باسم العيد، سواء خصصت بزمان أو مكان أو نقلت إلى غيرهما، فإن الباعث لا على هذه الأعمال، الباعث على هذه الأعمال هو العيد. نعم. عيد أولئك. نعم، عيد أولئك. نعم، والكلام في عيد الكفار. نعم. قال رحمه الله: لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فالوالد يحيل أولاده ونساءه، لأن الغالب أن الأولاد والنساء هم الذين يتطلعون إلى هذه الأشياء ويتطلعون إلى المشابهة حكم ضعف عقولهم وضعف دينهم. فالوالد يقول لهم نعمل هذه الأمور في أعيادنا التي جعلها الله لنا، عيد الفطر وعيد الأضحى، وفيها الكفاية. نعم. ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره. نعم، لأن الله جعل أعيادنا، جعل فيها من الفرح والسرور والأكل والشرب ما تتمتع به النفوس وما تلذ به العيون من الزينة من غير إسراف ولا
ولا مخيلة. نعم، وهذا يغني عن أعياد الكفار. نعم. فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم. نعم، فإن رضوا اقتنعوا فالحمد لله، وهذا هو المطلوب، وإن لم يرضوا فإنه لا يخضع لهم، بل يستعين بالله وبحوله وقوته. ومن أغضب مخلوقا لله عز وجل فإن الله يرضيه عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما طلب منها معاوية رضي الله عنه أن تكتب له نصيحة، فكتبت له هذا الحديث، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك. ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء في أحاديث كثيرة، لأن النساء قريبات النظر ويعجبن بما يقع عليه نظرهن أو ما يسمعن به من غير تأمل للعواقب والثمرات، فهن قريبات النظر في جميع الأمور في الجملة، قد يكون فيهن وقد يكون منهن من ليس كذلك، ولكن هذه نوادر، والغالب على النساء أنهن قريبات النظر، وكلما رأينا شيئا أعجبنا به، وكلما سمعنا بشيء أعجبنا به، ولا ينظرن في الغالب إلى العواقب وما يترتب من الأضرار على ذلك. ومن ذلك مسألة الأعياد، فإن النساء والأولاد قد يعجبون بما يصنعه الكفار من الأطعمة والحلوى والزينة والألعاب وغير ذلك، لأن فيها متعة للنفوس، فهم يريدون أن يقلدوهم وأن يشاركوهم في هذه الأمور، ولكن الله جعل الرجال قوامين على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وكذلك الأطفال، والأطفال معلوم أنهم ضعيفة عقولهم ومداركهم، ولذلك جعل الله الرعاية عليهم لآبائهم أو لمن يخلف آباءهم من الأوصياء، كل هذا محافظة عليهم. فالواجب على الرجل الذي تحته نساء أو أطفال أن يحسن رعايتهم وأن يجنبهم مواطن أو أفعال السوء التي تضر بهم ولو على المدى البعيد، فإنه راع ومسؤول عن رعيته، وخصوصا النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأطفال قد يكبرون ويزول سفههم، لكن النساء هذه طبيعتها دائما وأبدا ولو كبرت، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا من باب التحذير، يعني أن الرجال ينبغي أن يكونوا رجالا كما سماهم الله، ولا يخضعوا لرغبات النساء قريبات النظر وينزلون على رغبتهن. نعم. قال رحمه الله: أكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أكثر ما يفسد الملك طاعة النساء، ولهذا لما حصل من النساء ما حصل في أمر يوسف عليه السلام من المحن، وأنهن ابتلينه ثم ألصقن به التهمة فأودع السجن من أجل ذلك وهو بريء. فلما ظهرت فضائله رضي الله عليه الصلاة والسلام، ظهرت فضائله وعلمه، أعجب به الملك فقال أتوني به. فلما جاءه الرسول أبى أن يخرج من السجن حتى تظهر براءته، قال سل اذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فهو لا يريد أن يخرج والأمور غير واضحة ثم يبقى متهما، بل أراد أن يزيل، أن تزول عنه هذه التهمة الباطلة، وأن يخرج بشرف لا بمنة. فقال اذهب إلى ربك فاسأله، يعني الملك، ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. الملك جمعهن وسألهن ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. حضر الآن الامتحان، ما لا يقدرن على الكذب، قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء فبرأنه. ثم قالت امرأة، اعترفت امرأة العزيز بالكيد الذي فعلته، فقالت الآن حصحص الحق، لقد راودته عن نفسه فاستعصم، لقد راودته عن نفسه فاستعصم، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. نعم، وإنه لمن الصادقين، وإنه لمن الصادقين، أنا راودته عن نفسه، اعترفت، وإنه لمن الصادقين، يعني ما حصل منه إلا الطهر والعفاف والذكاء والزكاء، ما حصل منه، إنما هذا من قبلها هي، وهي التي لبست عليه. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فعند ذلك ظهرت براءته عليه الصلاة والسلام. فهن صواحب يوسف كما يأتي في كلام الشيخ رحمه الله. فهذه هي النساء. وفي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لما بلغه أن الفرس ولوا بنت كسرى يزدر جرد مكانه لما مات، قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقد تحقق ما قاله صلى الله عليه وسلم، فزالت دولة الفرس بعد ذلك. الحاصل أن المرأة يولى عليها، الرجال قوامون على النساء، فالمرأة بحاجة إلى القوامة عليها والولاية عليها، فكيف تكون ولية على الأمة؟ فهذا يفسد الملك. وكذلك إذا تمكنت النساء من الملوك أو من ولاة الأمور فإنها تفسد الأمر وتفسد الملك، لقصر نظرها وضعف عقليتها، لأنها ليست كالرجل، الله جل وعلا قال وليس الذكر كالأنثى. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله وروي أيضا هلكت الرجال حين أطاعت النساء. وكذلك هلكت، هذا عموما، هلكت الرجال يعني سواء كانوا جماعة أو أفرادا، إذا تغلبت النساء عليهم النساء وصار الأمر لهن، لأنهن، وهذا كله من باب التحذير من طاعة النساء والصبيان في موافقة أعياد الكفار وما يصنع فيها، فإننا لو أطعنا النساء في ذلك لا جرينا مجرى الكفار وتشبهنا بهم. نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما راجعنه في تقديم أبي بكر رضي الله عنه إن كنا صواحب يوسف، أخرجه البخاري.
لما مرض صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه وصار يعجز عن الخروج للصلاة بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لن يسمع الناس من البكاء، مر عمر. فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم ردد هذا، ثم رددت عليه فقال إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالشاهد منه إن كنا صواحب يوسف في لما لما حصل منهن مع يوسف عليه السلام من الكذب والابتلاء والامتحان وإلصاق التهم به ونفيها عنهن، حتى أظهر الله الحقيقة وبرأ نبيه يوسف عليه السلام مما ألصق به. فهن هذه الخصلة فيهن دائما وأبدا، فما حصل منهن في صلاة أبي بكر بالناس هو نفس ما حصل في قصة يوسف عليه السلام، هذه عادتهن. فالرجال لا يطيع النساء، ولهذا صمم صلى الله عليه وسلم على أن يتولى الإمامة أبو بكر، وهذا إشارة إلى خلافته رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختاره لإمامة الصلاة إلا إشارة إلى حقيته بالإمامة، بإمامة الخلافة من بعده صلى الله عليه وسلم، وتم ذلك ولله الحمد بإجماع المسلمين، وتحقق على يد أبي بكر الشيء العظيم من تثبيت الإسلام وقمع المرتدين وإخافة المشركين في وقت كاد الإسلام أن يتزحزح وطارت قلوب الرجال، طارت قلوب الرجال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا بكر ثبات الجبال لقوة إيمانه ويقينه بالله عز وجل، وأن المصيبة وإن كانت مؤلمة فإنها لم تؤثر في تصميمه وموقفه، لأنه يوم له ما بعده. فلو أنه لان في هذا الموقف أو ضعف في هذا الموقف لزال الإسلام أو تضرر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يريد أن النساء في قوله إن كنا صواحب يوسف عليه الصلاة والسلام، قال يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب، كما نعم. قال في الحديث الآخر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن. أنهن يغلبن عقول الرجال، اللب معناه العقل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أنهن يغلبن بمكرهن وكيدهن يغلبن على عقول الرجال فيؤثرن فيهم إذا أطاعوهن. فالواجب على الرجال أن لا يطيعوا النساء فيما فيه ضرر أو مآله إلى الضرر. وهذا من أفراد هذه القاعدة أن لا يطيعهن في مشابهة الكفار في أعيادهم وما فيها من الراحة والسرور والضحك والأكل واللهو واللعب، فإن هذا مآله إلى الخسارة وإلى الضياع. نعم. السلام عليكم الشيخ. هذه الأحاديث العظيمة الصحيحة: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال، ولن يفلح قوما لو أمرها امرأة، وهلك تجاهل نظرة النساء، وصواحب يوسف ناقصات عقل ودين. بمناسبة تولي المرأة، طيب. المرأة لا تولى الشؤون العامة كالإمامة والقضاء وإمامة الصلاة، هذه لا تتولاها المرأة. أما أنها تتولى عملا لائقا بها وتنتج فيه ولا يكون على حساب عفتها ودينها فلا بأس بذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، أو راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فلها ولاية ولها رعاية لكن بقدر ما يليق بها وما تقدر عليه. أما أن تتولى الأمور العامة، أمور الدولة أو أمور إمامة الصلاة أو قيادة الجيوش
أو قيادة الجيوش والحروب أو أنها تجند مع الرجال، وكل هذا ليس من شأنها، وهذا يحدث ضعفا في صفوف الأمة المسلمين وصفوف الأمة. ولهذا لم يجند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من النساء، إنما كنا يخرجنا لأجل تطبيب المرضى ومداواة الجرحى وسقي الماء فقط، ولسنا يدخلنا المعركة مع الرجال. نعم. أيها المستمعون الكرام، لهنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، يشرحه صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. وهذه في الختام تحية مهندس الصوت عبد الله السلولي، حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.